ظل اليحيوي حتى هذا تابع البيئة التونسية والأصالة، كل ما هو أوتنتيك تلقاه حاضر في على هذه الأرض. سي المنظر ليليا، أنا أعتز بالانتماء للإذاعة الوطنية، من أهم الإذاعة التونسية بصفة عامة، من أهم الميزات فيها عمرها ما تقص على الغناية. تلقى المنشط يحط غنية ويرسل وقت يقص على غنية، واقرا حساباتك. احنا في الإذاعة ما تم حتى فنان نتعصفوا عليه، نجيب سمعنا توا وتحب ما تحبش قضية ثانية، أما الفنان يلقى احترام للعمل نتاعو. اي ألفة عندها شوية تحفظات، ألفة المد بتحب الأغاني الحديثة والراقصة شوية. وأنا قلت لها راهو في الإذاعة الوطنية عندنا 70% لازم نعطيوها للأغنية التونسية، كيما نعطيوها للجمعية التونسية، كيما نعطيوها للخبير التونسي. ريت احنا هذيك هي ثنيتنا. أكسجين قلت لكم باش نحكيو في موضوع الساعة، تونس الكل تحكي فيه، مش كان تونس، تونس، ليبيا، مصر، وحديث عن تأثير نشاط بركان إتنا في سيسيليا الإيطالية على دول الجوار ومنها تونس. سمعنا برشا حكايات فيها الصحيح وفيها الغالط، هذيك علاش على الخط معانا حمدي حشاد باش نسلموا عليه الناس الكل. منضرج بنياني، ألفة المد، بيسلموا عليك ويقولوا لك صباح النور يا حمدي، مرحبا بك معانا. صباح النور ومرحبا بضيوفك ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. أهلا وسهلا. مهندس بيئي باحث في التغيرات المناخية، من المهندسين والباحثين الشبان الحقيقة حمدي حشاد، اللي ما يقولش الكلام في البيئة وفي التغيرات المناخية هكاك جزافا، يعمل أبحاثه يطلع شنو صاير ويعطينا المعلومة الدقيقة. هذاك علاش باش تحكي لنا على بركان إتنا، هالبركان اللي خامد عنده 4 سنوات، شنو وضعيته اليوم؟ هيت نبداو وين ما هو موجود في إيطاليا، شنو درجة الخطورة متاعو على جودة الهواء والمناخ، وبعد نوصلوا لتونس ينجم يأثر علينا وإلا لا. تفضل حمدي. هو حقيقة بركان إتنا ممكن تقريب منذ أسبوع أثر جدل كبير، مش في تونس فقط، ممكن تونس بعيدة على الموضوع، لكن في إيطاليا معناها كان فما تخوفات معناها كبيرة وصل أوساط الإيطالية، معناها من ثوران البركان ذاك وتسبب في ممكن شلل الحياة في منطقة صقلية. بركان إتنا تقريب هو ثاني بركان نشط في البحر الأبيض المتوسط، كلتاهم اثنين وانا قراب لتونس، معنى بركان إتنا يقع تحديدا في شرق إيطاليا، ومن بين الحين والآخر معنى تنبعث منه بعض الحمام البركانية في نطاق عادي، ممكن معنى تنبعث في المناطق المحيطة ياخذوا بعض الاحتياطات، لكن فماش حاجة كبيرة. لكن المرة الأخيرة هذه ما كان نشاط أكثر شوية من العادة، ما كانش في ذروة النشاط نتاعو، لأن ذروة النشاط ممكن تشل الحياة في صقلية وممكن في جنوب إيطاليا والمناطق المحيطة في البلقان وحتى شمال تونس كله، معناها حركة الملاحة الجوية ممكن تتوقف. هو على فكرة معناها مطار كاتانيا، معناها الأقرب مطار للبركان، توقفوا راهو علقوا حركة الطيران الجوي فيه، ومعناها هما قاعدين ينشوا تو في صور، معناها فما طبقة سميكة من الرماد، معناها كل صباح صبح فوق الكراهب فوق الديار ومعناها وهما كيف يكون سوينا للحظة لحد اللحظة معناها. هذا معناها ممكن زاد كيف كيف الصورة اللي أثار شوية جدل، ومنها هي انطلقت بعض التأويلات اللي ما عندها حتى أساس صحة، وفهم بعض تنسب لي معناها بالغلط. ما قلتوش الكلام هذا في العمر قلته، لكن تنسب لي معناها هذاك علاش لي فرصه في الموضوع. هاو باش تقول لنا توا الصحيح في علاقه بتونس. تونس تقريبا بعيده 400 كيلومتر على موقع البركان هذا، 450 هو معناها على شمال تونس، على شمال على شمال تونس. وبالنسبه لمصر وليبيا، وعليش اطرحت الإشكالية في الدول هذية وتقال حتى أنه جزء من غاز الكبريت وصل ليبيا ولكن بنسبة تركيز ضعيفة، دونك ما يضرش مصر كيف كيف. أعطينا النسخة الدقيقة من المعلومات هذية حمدي حشيد. يعني كانت حقيقة ثم النشاط من بعض الغازات أفرزها البركان، اللي هي كانت الغاز ثاني أكسيد الكبريت الـCO2، مش SO2 مش CO2 نعرفه، ثاني أكسيد الكبريت مثل ثاني أكسيد الكربون، اللي معناه انطلق معناه تقريبا في 1000 سنة وصلت حتى للشرق الليبي، معناه غطت مدينة بنغازي البيضاء درنا المناطق هذيك كل، معناه وصلت حتى مرسى المطروح في شرق مصر معناه، وبعد بدلت بنشاط الريح معناه حتى غطت جانب من العاصمة الليبية ومدن الساحل الليبي، وكانت معناها حتى بعض الأدخنة قريبة معناها لتونس، وهذا تحت بالتكهنات اللي نحن مشي جينا. هو لو شوف موجود
وصلت لتونس الغازات هذية ثاني أكسيد الكبريت؟ بعيدة شوية يعني. ما وصلتش خاطرين قريت مقال قالوا الحمد لله ما وصلتش، كانت مفروض تنجم تتجه اتجاه جربة ولكن ما وصلتش. لا ما وصلتش. ما وصلتش. وهذا معناه غاز هو سام نوعا ما في التركيزات العليا. نعم. ومعناه حتى التركيز خفيف ومش موجود في الغلاف الجوي بصفة طبيعية كان بنسب قليلة جدا. وجوده بنسبة مكثفة. ما حقيقة معناها آلية الرصد راهي في الدول اللي أعطات تطمينات الكل باللي بها تونس ما عندناش أجهزة المراقبة اللازمة والكافية للمراقبة الدقيقة. نعم، ولكن حتى اللي وصل من غاز الكبريت في في ليبيا وفي مصر قالوا انه تركيزه ضعيف جدا، ما يوصلش ياثر على البشر وعلى الزراعه، وزاد هما صار عندهم نفس الجدل، صار تاثير ما فماش تاثير. ما حاجه باش تمس نوعيه الهواء، نوعيه الهواء والناس اللي معناها عند الفئات الهشه معناها في معناها عندها مشاكل تنفسيه، اي مشاكل تنفسيه مشاكل قلبيه، هي معناها تكون معناها اكثر مثيره بالموضوع، ما ارتفاع درجة الحرارة الموضوع يجب يكون متفق. نعم. وبعد ما نفهم النسخة الأخرى معناها نشاط بركاني اقترن بالزلازل وبعد من الزلازل مشى الخيال الخصوصي. هذا هو، احنا هو باش نمشيو بشوي بشوي، يعني غاز ثاني أكسيد الكبريت ماهوش موجود في تونس، ما وصلش والحمد لله، وحتى كان وصل في عديد الدول بتركيز ضعيف، قلت يأثر على جودة الهواء فقط هذا التأثير نتاعو. هات نبعدوا شوية توا، هل أنه يأثر على البحر هذا البركان، بركان إتنا ينجم يأثر على البحر، ينجم يعمل زلازل، زلازل وارتدادات ورجات في بلدان مجاورة، فسرنا الحكاية هذي. هو النشاط البركاني لما يكون عنيف لما يكون عنيف ممكن معناه ممكن نقول ممكن يتسبب معناه في سلسلة من أنشطة زلزالية في المناطق المحيطة به، معناه مش معناه باش توصل. وانا ما نعرفش علاش معناها التفسيرات مشات اللي ممكن ياثر على البحر، ما عندوش تاثير مباشر على البحر باي طريقه كانت، معناها اللهم كان فما زلزال والزلزال لازم يصير في عمق البحر بقوه كبيره جدا في امتداد بحري دون عوائق جغرافيه، اللي معناها البحر الابيض المتوسط مليان بالعوائق الجغرافيه، معناها في جزر كيما كريت كيما برشا جزر يونانيه معناها كيما قبرص كيما مع صقليه، معناها ذيك كل معناها حتى توجد التسونامي في البحر الابيض المتوسط قبل، وعندنا مدن معناها حتى رومانيه في تونس معناها نيابوليس في نابل اللي معناها تغمرت معناها حتى الاسطوره معناها غرقت بالتسونامي. مدينه الاثريه نيابوليس معناها جزء منها حتى تو يرقد تحت البحر. بالتالي معناها فما فرضيه تسونامي لكنها بسيطه جدا وماش بنفس الحجم وبنفس التصورات اللي نسمعوا فيها معناها على الموجات اللي تصير في المحيطات. يعني مفتوح. الفرضيه ضعيفة جدا، قديش نجم نعطيو بورسنتاج؟ ما عندها حتى أساس بالصحة بالنسبة لحالة بركان، بالنسبة لحالة بركان إتنا صعيبة مستحيلة معني. معناها لازم معناها لازم يكون نشاط بركاني عنيف وعنيف جدا ويأثر على التيارات البحرية، خاطر ناس ربطت هكا توا حتى في حديث اليومي بحالات الغرق اللي صارت وإنه والله أوكي نزدنا صبرنا شوية تربطها بسمة الخبز والسكر معناها شوية صبر برك نزدنا صبرنا تربطها بسمة السكر والخبز. مو ساعات كي ما نلقاوش تفسير علمي توا وحاجات تمشي الناس تربط روايات ببعضها، يعطينا التفسير العلمي حمدي حشيت بالحق معناها البركان حده في نشاطه كان يبدا عنيف جدا ممكن يتسبب معناها في حركه زلزاليه لكن مش تكون محليه بالعكس مش تكون معناها تاثيراتها كل مدمره وتنطلق معناها اكثر من دوله معناها واحد، هذا مستبعد جدا وما صارش قبل على الاقل في منطقتنا على الاقل في منطقتنا. انا باش نختم معاك وبعد نخلي ألفة وسي المنذر لانه مازال عندي سؤال، ما بعد نشاط بركان إتنا وقت اللي يخمد النشاط هذايا ويرجع كيما الاربع سنين اللي فاتت ممكن يرجع اقوى وقت نحكيو بكلام اخر ينجم يرجع اقوى اي مثال حتى التاويلات نرحبوا بها وقت نرحبوا بها في الحاله هذيك. وين سؤالي على اكسيد الكبريت اللي خرج وين باش يمشي؟ شنو معناها؟ هو حركه الرياح معناها هو معناها اللي طلع في غلاف الجوي حركه الرياح هي باش توزعه حسب الاتجاه اللي هي ماشيه فيه، يتلاشى يضيع يولي صفر ضرر تنقص تركيزه ويتلاشى تدريجيا. ألفة المدب عندها برشا ما تقول لك حمدي، خليك معنا تفضل. حمدي شنو احوالك؟ مرحبا عايشك. اون 87 حملن فرحي ضربت بميني تسونامي، هذا مش كلامي، هذا معهد علوم البحار معناها، وهذاك علاش وقتها عملوا لي دي. معناها انا سؤالي
معناها وارد أنه يصير معناها تسونامي يمكن يكون ضعيف ماهوش قوي بويسك قلت لنا اللي فما دي باريير دي باريير معناها جيولوجيك معناها على الجزر معناها ولا البحر أبيض متوسط مش منطقة معناها بحرية عميقة ممتدة بالتالي فما فرضية تسونامي لكن إمكانية حدوثها معناها الجانب المدمر منها لهذا المقلق في الموضوع مش تكون كبيرة جدا له. عكس نشاهدوا في المحيطات وبالنسبة لحمام لمف ممكن راهو فما انجراف البحر أنا وأنتي ألفا كي تقول تسونامي مش كبير راهو تسونامي معناها حاجة كبيرة برشا ومش يجي على ألفا خايفة كنا على حمام لمف الباقي مش مهم معنا ممكن خلي تكون في الكل واحد وهذا ما صارش معنا كما قلت لك معنا كنت تاريخيا نحكي عليه نيابوليس وفما نيابوليس وطينا ذو مرفنين معنا اللي فما قران تاريخيا فماش قال لك فرضية ضعيفة الجزر متاعنا ما نخافوش لا هذاك وجود الجزر ولا كيما تشكيلات هذيك كيما خليج ولا معناها راهو هذيك في حالة لا قدر الله اللي هي فرضية ضعيفة جدا نقول نعاودها مرة أخرى راهي بالعكس شكل حماية معناها مثلا ماليزيا في تسونامي 2004 التأثيرات كانت محدودة جدا وقت اندونيسيا تدمرت لأنه تقريب جزيرة جافا الاندونيسية كانت تحمي ماليزيا الكل شكرا مرحبا حبيت نساعد نقول الألفة راهو حاملين في بوغرنين هو بركان ناسي روحه نائم أنا قالوا لا لا أنت وقت أعطيني أنا في التاريخ عمري ما سمعت هالبركان هذا عمل الحاجة فقط أنا نحب نسأل أنا الإتنا مش أو معناها الإتنا نسمعوا به من قبل معناها ثم أشرطة سينمائية ثم وقائع ثم يعني هل ما صار أخيرا هو يدخل فك النشاط العادي بالظفرين بتاعه ولا حقيقة المرضية نشاط غير عادي بحكم تطور الأجهزة متاع الرصد لا هو شوف البركان أكثر الكوارث الطبيعية سيطرة عليها ممكن توقعها قبل 4 أو 3 أيام من حدوثها معناها وبالتالي يجب معناها السلطة تاخذ الإجراءات والتدابير اللازمة متاع الإخلاء عكس الزلازل معناها ممكن أكثر تقنية موجودة توا معناها مشيت لحتى 30 ثانية قبل حصوله فقط أما البركان طبعا عندنا أيامات نعرفوا المعنى كيفاش يكون مش نعرفوا باش تنتن مثلا هذه الكلمة بالتالي معناها تنجم السلطات تاخذ التدابير اللازمة أما هو راهو ناشط من أوله معناها فما مدينة مومباي اللي غرقت معناها هذيك واللي السكان فيها تحجروا معناها راهو إيطاليا فيها تقريب فما فيزو فما إتنا معناها فما بركان آخر تقريب 3 براكين ناشطة في إيطاليا نعم ممكن راهو هو تقريب فما دورة معناها تاع 1400-1500 كل بركان وكيفاش كل بركان وكيفاش معناها فما اللي كل 800 سنة يقوم فما كل 1400-1500 فما حتى 3000 سنة دي مرحلة يدخل فيها مرحلة نشاط وبالتالي تصير مشكلة واضح شكرا لك حمدي حشيت احنا محتاجينك تكون معانا وين ما تنجم في على هذه الارض حمدي مهندس بيئي وباحث في التغيرات المناخيه شكرا لك على التفاصيل هذه الكل هذه هي الحكايه الصحيحه والدقيقه والعلميه الموضوع البركان إتنا وتاثيره على تونس مش ما نمشيوش برشا وراء التحليلات والقراءات الحمد لله تو نجم نمشيو لدار الجنه نمشيو للبلايص الكل نمشيو فقط ثم الألفاظ ميزة ماشي نستعملوها في غير سياق أنت ذكرت قبيلة تسونامي ما مش كل نشاط يجي بتاع بركان ولا حركة من البحر تخرج هذيك بسميوها تسونامي سميوها اسم آخر تو يلقوا له أهل العلم تسونامي راهي تعني حاجة معينة اللي احنا ما نفس المواصفات لأنه الظواهر المناخية ذي الغاضبة ولا القوية برشا راه نحكيو على حاجات مخترة ومدمرة جدا دونك لازم ننتقيو المصطلحات وقت اللي نحكيو عليها وأهم حاجة هي تأثيرها على المحيط اللي هي فيه مثلا البحر وأعماق البحار الحيوانات كائنات الحية هذا أهم حاجة معناها اللي واحد يخاف عليه خاطر حسب فهمنا من سي عشاد الإنسان مش باش يضر ويقع إعلامه بإخلاء قبل 3 أيام لكن راك الحيوانات هو ذاك النظام البيئي الكل اللي نجم يختل بعد شوية عندهم ديتكتور خاص بهم هذه حكاية أخرى موضوع آخر صحيح وديزانديكاتور الاستشعار باهي برشا باهي بعد شوية باش نعطيكم المعلومة اللي نختموا بها تقول 2024 العام الأشد حرارة على الكوكب نخلي لكم التعليق بعد شوية